اليوم جات لي لوكازيون باش نشكر الجيش الشعبي الوطني، نقولوا من الحدود حتى توت لالجيري، مي هنا اون بارتيكولي في الكرون سود. في 2019 هذه الحمد لله الاستقرار والامن على مستوى عيد الزام، هذه زعما حاجه زينه بزاف. دونك المواطن الروح يحس باللي راه مامن في بلاده، ما يقدرش حتى واحد يتعدى عليه، يدخل يتعدى عليه ويخرج.